تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. طبعا الكوره جت في ملعب مصطفى يونس اللي ما بيدخرش اي جهد او اي جهد في مهاجمه النادي الاهلي، ولكن هو المره دي ما هاجمش الاداره، يعني القى اللوم على المدرب في بعض الاحيان وبعض القرارات، وكذلك وصف دفاع نادي الاهلي بالشوارع وتكلم كلام كتير. انا في كلام هعرضه وفي كلام انا قلته وكل الاهلاويه قالته وهو بيكرره، يعني الاخطاء دي واللي المفروض كان يتعمل قبل المباراه ايه، يعني كلنا كنا بنقول الكلام ده، انا واحد منهم وحضرتك والاستاذه والهانم والباشا كلنا كنا بنقول الكلام ده قبل ما تقابل ريال مدريد. انت بتقابل يعني افضل نادي في العالم، برغم ان انا برشلوني بس ريال مدريد هو اسطوره الاساطير في الكره العالميه. ف مصطفى يونس قال شوية كلام احنا قلناه، مش مثلا انا مش هقول انا بتفق معاه، لا انا قلته وحضراتكم قلتوه وفي ناس كتيرة متوقعاه. اتكلم وهاجم اللعيبة وقال ان الكواليتي بتاع اللعيبة سيء واختيارات النادي الاهلي سيئة في بعض اللاعبين، وقال ان ديانج المفروض يلعب في نص الملعب تحت الفراودة، ما يلعبش يعني في مكانه اللي بيلعب فيه حاليا، لا يلعب هو عنده نزعة هجومية سريع قوي، عنده مهارة التسديد مراوغة إلى آخره. واتكلم كمان إن دفاع اللاعبي نادي الأهلي شوارع والمفروض الاختيار من الأساس ومن البداية يكون أفضل. اتكلم كلام كتير يعني إحنا قلناه وناس كتير قالته، بس هنطلع ونسمع ونشوف مصطفى يونس قال إيه وردنا عليه هيكون إيه. بس ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو، اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف مصطفى يونس قال ايه ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا. كان هارد لك بعد خساره الاهلي النهارده 4-1 امام ريال مدريد. طبعا معلش، ماتش يعني زي كل الماتشات في اخطاء، طبعا في اخطاء، وطبعا كلام احمد ناجي طبعا مش هضيف عليه كتير، لكن وجود النادي الاهلي في المحفل الكبير ده في حد ذاته مكسب كبير جدا. المهم مش نبكي على اللبن المسكوب، أيوة. وزي ما انت ما قلت واحمد قال ازاي نطور نفسنا، الكوره مش يعني عايز اقول مش مكسب وخساره بس، انت ممكن تلعب وحش وتكسب، لكن يبقى في شكل في الملعب، يبقى في كواليتي زي ما قال الخواجه، كواليتي عالي. انا النادي الاهلي اكبر نادي في الشرق الاوسط والنادي صاحب الجماهيريه الغير طبيعيه على مستوى العالم العربي والافريقي، لازم انتقي اللي يلعب ويثبت فنان الحمراء. ايوه احنا كنا بننتقي لما كنا بنلعب في الدوري بدورينا، يعني ما كانش فيه محترفين بهذا الكم، كنا بننتقي مختار ومحمد عامر وجمال عبد العظيم ولعيبه كتير قوي مش عايز انسى حد، ومختار يعني في الاهلي وفي الاحتراف وفي الملايين اللي بتدفع دي، مش عارف اختار مش عارف اشتري، دي مشكله كبيره جدا، مشكله كبيره جدا، لكن هي دي كره القدم، والمهم ان احنا نستفاد من اخطائنا. والمشكله كمان يا هاني في اساسيات الكوره، مش 4-5 و3-1 وقلب الطريقه وشقلب الطريقه ومش عايز اقول كلام تاني يعني. القصه في الكواليتي بتاع اللعيبه، شخصيه اللعيب داخل الملعب. بص الراجل دي رقص ثلاثه والراجل اشتغل فروض بمنتهى الثقه. الميس باص، شوف الميس باص بتاعنا عامل ازاي وبتاعهم عامل ازاي. ارجع اقول للكلام القديم اللي طول عمري بتكلم فيه، ده بيبقى من الاساس. احنا اساسا ما بنعرفش نقف في الملعب، مش احنا النادي الاهلي بس، كل فرقه ما بتعرفش تقف. انت اساسا عشان تلعب كويس لازم تنتشر كويس، لازم تقف كويس. وبعدين انا ضد حته التوازن بين الدفاع وبين، يعني ايه توازن بين الدفاع والهجوم؟ انك يعني حد يبقى بتأمن بس في نفس الوقت بتعرف انت لازم تأمن. يا صديقي العزيز، يا ابن العزيز، الكرة في مبدأ، في مبدأ في الكورة، الكورة معاك بتهاجم، الكورة مش معاك بتدافع. طب لما الاثنين راسوا الحربة، الاثنين او الثلاثة اللي قدام ال 18، انت بتلعب ايه بقى؟ بتهاجم. لا قدام ال 18 تحت عندك. يبقى بتدافع بس. تبقى بتدافع. يبقى وبعدين حتة البلاي ميكر لازم كله يعرف يباصي، وكله يعرف يشوط، وكل واحد يعرف يجيب جول، ما هي دي الاختيارات اللي انا بتكلم عليها. مفهوم. حتة البلاي ميكر والكلام القديم ده بتاع الخمسينات والستينات والسبعينيات ده ما بقاش في الكورة، ما
بقاش فيه. انت لعيب كوره لازم تعرف تعمل كل ده. صح مظبوط. لازم يعني انا رايي قال لي ديانج ده لو لعب تحت رؤوس الحربه هيكسر الدنيا. فعلا عنده ثقه، عنده ثقه في نفسه، وانا قلت الكلام ده من زمان. عنده ثقه في نفسه، مهاراته عاليه، عينيه كويسه، قوي، سريع، بيخترق، مش بس عايزه تخرج من الكره وخلاص. لكن مش عايزين نقصوا على اللعيب. مش عايزين نقصوا على اللعيب بالفعل يا كابتن. الماتش خلص نشوف اللي بعده، لكن انا شايف النادي الاهلي لحد 2-1 احنا مكسرين الدنيا. وبعدين تعال بص الجون اللي ضاعت منك. ما هو ده الفرق ما بين لعيب مهاجم ومهاجم. ازاي يستغل الفرصه لما تضيع يستقبل. لكن ماتش من ضمن الماتشات، مش عيب ابدا ان انا اتغلب، لكن العيب ان انا اقع في نفس الاخطاء. واحد وسط ثلاثه يروح يجيب جول. يعني انا مش عارف، يعني انا مش عارف الناس اللي بتتمرن ما بتشوفش. وبعدين عايز كل الناس اللي بتتفرج عليا انا وانت دلوقتي يا هاني، ايوه، يبصوا على الفرق، على مش على النادي الاهلي بس. بص المسافه ما بين اللعيبه في الملعب عامله ازاي. شوارع يا بيه، خاصه في تلت الدفاعي. وفي مبدا في الكوره يا شباب، يا مدربين، يا اعلاميين، يا محللين، في مبدا في الكوره في التلت الدفاعي. طالما الكوره متحركه انا اكمل مع الراجل بتاعي اللي انا ماسكه. مش يباصي وادي افاير الكوره. نمره اتنين، المدافع في التلت الدفاعي يا هاني حسحوت، ايوه، ها لازم يشوف اتنين مع بعض، يشوف الكوره ويشوف اللعيب عشان يحدد مسارها. أيوة. عشان يروح امتى ويقفل امتى ويغطي امتى. يعني ده احنا ما كناش لعيبه كوره بقى. بس برضه يا كابتن مصطفى، الله يرحمك يا ابراهيم يا يوسف، الله يرحمه يا رب، الله يمسك بالخير يا حسن يا حمدي، يا رب يا رب. يعني بس برضه في الاخر ربنا يشفيك. الحته دي لازم واحد، يعني واحد معلم يلعب فيها. مش اي حد، لكن كلنا غلطنا. بس احنا يعني كلنا اشدنا باداء دفاع الاهلي اللي لم يستقبل الا 5 اهداف في الدوري لحد ماتش النهارده يا صديقي العزيز. هل ده فارق المنافس يعني؟ اديك قلت يا صديقي العزيز. الدوري المصري حاجه، والكره مع الناس البروفيشنال حاجه ثانيه خالص. انت ما بتحسش ان في واحد في ريال مدريد تعبان، لان المسافات قريبه، مظبوط، الجري القوي قليل جدا في حدود. لما تفرد الكوره كل واحد بيلعب في الزون بتاعه، مقفل الملعب، مش كده ولا ايه؟ مظبوط. لكن في احنا يعني كره قفشه دي اللي ضيعها فوق العارضه دي، مش محتاجه القوه دي، محتاجه توتين فقط. صح. لكن انت بتلعب ريال مدريد، وايه بقى اللي احنا بنتكلم عليها والخواجه بيتكلم عليها؟ الكواليتي بتاع اللعيب يفرق كتير قوي. مظبوط. لكن انا شايف ان احنا كسبنا كتير جدا في هذه البطوله. ايوه، اثبتت وجودك برغم الخساره من الاربعه. يعني اسعدونا اللعيبه الماتشين الاوليين. ودي تابع مره نلعب فيها. مظبوط. عايزين نتكلم في ايجابيات مش في سلبيات. صح. السلبيات نتكلم فيها بعدين. ايوه، مش دلوقتي. ما اقدرش اتكلم في سلبيات دلوقتي، لكن انا بتكلم في الكوره عموما. مفهوم. لكن في سلبيات، في سلبيات. في اخطاء في شراء اللعيبه، في اخطاء في شراء اللعيبه. لكن ده مش وقته. ده مش وقته، لكن انا بشكر اللعيبه جدا. وبعدين المركز الثالث اللي احنا كسبناه 3 مرات. صح. وبالتوفيق ان شاء الله. وارجو الاختيارات بتاعت الراجل تبقى صح. اختيارات الراجل تبقى في توقيته، تبقى صح. في تشكيل اللعيبه يعني؟ طبعا. تشكيل المباراة. اختيارات اللعيبه دي اساس المدرب، قراءه الملعب دي اساس المدرب. ما عجبكش النهارده في تشكيلته او قراءته للمباراه؟ لا، في يعني في حاجات هو مش مسؤول عنها. يعني كره قفشه وكره شريف، وانت هيعمل ايه الراجل؟ هيجيب جون هو؟ لكن انا بتكلم يعني بيرسي ده نازل يعمل ايه؟ في القوه والسرعه اللي الناس بتلعب بيها ديت، هينزل يعمل ايه؟ يعني في حاجات كده اخطاء، لكن كلنا بنغلط. ايه اللي ما عجبكش في مارسيل كولر او قراراته النهارده؟ التهيئه النفسيه للعيبه. واللعب بالزون من اول دقيقه وانت عمال تنقل لتحت. اتعلموا بقى كل ما تلعب لقدام انت كسبان. وزي ما انا قلت في بدايه كلامي، الكوره معاك تجيب جون، الكوره مش معاك يجي فيك جون. النقطه الاهم هي حته ثقه اللعيبه في نفسها. النسبه كتير، ميس باس كتير، الميس باس كتير. وبعدين وفي اماكن خطره وقدام ريال مدريد الميس باس الواحد. وبعدين لو عند ملعبه يجيب لي الجول. صح. بالظبط بالظبط. وبعدين انا مش عايزين الراجل اللي جت من تحت الجول، مش عايزين نقصوا عليه. صح. كلنا غلطنا، كلنا، لكن هو لعيب كويس قوي. ده من اللعيبه اللي انا بحبها جدا. نعم. متولي ولا مين؟ متولي. متولي.
اه لعيب كويس، ما فيش حد ما غلطش. مظبوط صح. لكن لما انا اغلط بقى، ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. أيوة. دايما انت كمدافع او مهاجم تتوقع خطا الغير، يا هاني هتحبه صح. لما تتوقع خطا زميلك هتغطيه صح، لما تتوقع خطا المدافع وانت كمهاجم هتجيب جول. لكن تقف تتفرج زينا زي الجول اللي بتيجي، يعني ده الثالث والرابع، دي خمسه سته جوه الملعب على اثنين لعيبه. ايوه مفيش واحد قريب. تعال بص، هما بقى اول ما بتمسك بتلاقيه في وشك، مش بتفكر بعد ما الكره ما تعدي. يا جماعه عشان كده بنقول الاساس اللي من تحت، الاساس اللي من تحت لازم يتعلم. ده مش محتاج. لكن كل التوفيق للنادي الاهلي الماتش اللي جاي، ولازم اعلاميا وجميعا نقف ورا فرقتنا ورنادينا اللي مشرفنا في كل حته. والكره مكسب وخساره، لكن ازاي نستفاد من اخطاء. صح كده، بشكرك جدا. زي ما حضراتكم سمعتوا مصطفى يونس قال كلام كتير احنا قلناه قبل الماتش، واحنا قلنا قبل كده ان النادي الاهلي محتاج راس حربه، محتاج فيروت، محتاج حد يخلص من ربع فرصه. ودفاع النادي الاهلي المفروض يعني يقفل بشكل جيد، وما ينفعش انت بتلعب مع ريال مدريد وفي اخر 5 دقايق وتفتح الجيم كده، ما ينفعش. حتى يعني اللاعب كان في وسط ثلاثه، يعني اللعيبه خايفه ترتكب اي خطا او خايفه انها يبقى في اي احتكاك في منطقه ال 18 ويحصل ضربه جزاء، لان اللعيبه دي غير متوقعه انها تعمل ايه. يعني ما فيش مثلا اي حاجه توقع اللاعب هيعمل ايه بالكوره، ولكن واضح من اللي انا شايفه ان لعيبه النادي الاهلي ما ذاكرتش ريال مدريد كويس، لا هي ولا كولر. لان اي فريق بيلعب مع ريال مدريد جيم مفتوح بيتحط عليه، ايا كان مين هو الفريق. النادي الاهلي عمل شوط اولاني 10 على 10، وكان بين قوسين او ادنى من التعادل. كرة قفشة كانت قادرة تغير نتيجة المباراة وتلعب وقت اضافي، وانت وحظك بقى عرفت توصل لضربات جزاء، عرفت ما عرفتش كان يجي فيك هدف، تجيب كرة يعني بيرستاو، يعني في كرة عرضية تعرضت للمعلول معرفش وقفها كانت خطيرة، كرة شريف، كذا كرة لشريف بصراحة، وطاهر كرة اللي جت اللي حطها بدماغه والحارس طلعها، كل دي فرص محققة للنادي الاهلي كانت كفيلة انها تدخل النادي الاهلي في الجيم. لكن احنا قلنا وقلتها الفيديو اللي فات وهقولها الفيديو ده وهقولها الفيديو اللي بعده، اي مدرب بيقول لك خد بالك من اول 5 دقايق في المباراة واخر 5 دقايق من كل شوط، خد بالك من اول 5 دقايق في اول الشوط الاول، وخد بالك من اخر 5 دقايق في الشوط الاول، خد بالك من اول 5 دقايق في الشوط الثاني، وخد بالك من اخر 5 دقايق في الشوط الثاني. وده اللي حصل بالفعل. اخر الشوط الثاني جه فينا هدف، واخر الاول اخر الشوط الاول جه فينا هدف، واخر الشوط الثاني جه فينا هدفين. ازاي يا جماعه في الوقت الضايع يجي فينا هدفين؟ ما ينفعش. وانت عارف ريال مدريد بيعمل ايه في اخر، يعني اللي بنعمله في الناس بيطلع علينا، يعني اللي بنعمله احنا في الناس يطلع علينا. ولكن مصطفى يونس اتكلم كلام كتير احنا قلناه، يعني احنا قلناه وما جابش حاجه يعني من دماغه. طبعا بيتكلم على الاختيارات اللعيبه، بس الكواليتي اللي عندك في الدوري هي دي اللعيبه. لو بتتكلم على الاجانب انت عندك يعني مشكله في اختيار الاجانب. بس اللي انا عايز اقوله حاجه، ان لازم عين الخبيره بتاعت النادي الاهلي لما تيجي تجيب لاعب، ما انت خلاص انت كده كده بتدفع فلوس وكده كده بتدفع دولارات، فتدفع صح احسن ما تجيب مثلا 3 4 لعيبه وما تستفادش منهم، ويبقى كده انت بتدفع صح وبتخسر غلط. تخيل بقى، يعني المفروض النادي الاهلي يهتم بالفيرود، لان احنا ما عندناش راس حربه، عايزين نلعب براس شريف. شريف للاسف هو بعيد عن مستواه لفتره كبيره، وفي لعيبه عندها النزعه الهجوميه وعندها القوه وعندها الاصرار وعندها العزيمه وبتصنع من ربع فرق. طب اقول لكم على حاجه يا جماعه، انا من جيل حسام حسن، تمام؟ حسام حسن كان خارج الصندوق ما بيعرفش يلعب، لكن خطورته كانت داخل الصندوق. حطه جوه، حطه في ال 18 واتفرج على الاهداف من كل شكل ولون. حسام حسن، تمام؟ احمد بلال نفس الامر، عماد متعب نفس الامر. احنا عايزين لاعب يخلص لك من ربع فرصه، عايز لاعب يخلص لك الجيم المقفول. انت والمصيبه والكارثه انه ما كانش جيم مقفول امبارح، ده انت اتيحت ليك كذا فرصه وما عرفتش تسجل. ليه؟
ليه؟ وانا قلتها قبل كده مرارا وتكرارا، ومصطفى يونس كررها، قلنا كل ما تكون داخل ال 18 الدقه اهم من القوه، طلعت بره الصندوق اضرب بقوه ومش مهم الدقه. هو ده اللي احنا بنحكي فيه من زمان. ولكن اللاعب، هل لعيبه النادي الاهلي عندها خلفيه ان كل ما تقرب من المرمى المفروض تحط الكوره مركونه في زاويه تحطها بدقه، ولا ما عندهمش المعلومه دي؟ والمشكله كمان ان وزن الكوره اختلف عن زمان، والكرة انتوا ملاحظين ان لما اي كرة قوية بتطلع فوق 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 فوق، يبقى اللاعب عنده دماغ يفكر يشوط، عارف انها لو في قوة زيادة هتطلعها بره، هتطلعها فوق، بتطير الكرة. انما كل ما كانت الكرة قريبة من المرمى الدقة اهم من القوة في التسديد. ده كان كلام مصطفى يونس، هو بصراحة من وجهة نظري اتكلم كده كلام كتير احنا قلناه، يعني هو ما اضافش عن الكلام اللي احنا قلناه وكتير من الاهلاويه قالته. لكن يا مصطفى يا يونس، انت يعني من كرهك للاداره عايز تبين كل شيء سيء ومظلم في النادي الاهلي، لكن ما اتكلمتش على الفرص السهله اللي النادي الاهلي اهدرها، لو كانت كفيله تغير المباراه، كانت كفيله ترجعنا للمباراه. اتكلم كلام احنا قلناه قبل كده وكررناه، لكن هو يعني هل الكلام ده نابع من قلبك ان انت اهلاوي وبتحب النادي الاهلي، ولا علشان انت يعني شمتان؟ لان انت اصل انت كنت بتشتغل في قناه نادي الزمالك، وكنت اول ما تشوف النادي الاهلي بي 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 بيفوز ولا بتاع ولا بيتغلب، كنت بتقطع في النادي الاهلي، وكان يدخل مرتضى منصور يشتم في خطيب وفي النادي الاهلي وفي اداره النادي الاهلي، ويقول النادي الاهلي بيفوز بالسحر وبيفوز مش عارف، وانت ساكت ما بتتكلمش. فدي يعني لو النصيحه دي عارف جاياني مثلا، لو الكلام ده مثلا من احمد بلال هتقبله، من عماد متعب بتقبله، من الشيخ طه متقبله، من ايمن شوقي، من اي حد فعلا بيحب النادي الاهلي من قلبه دون دوافع ودون اغراض هقبل الكلام ده منه. لكن هو برغم ان كلامك صح واحنا قلناه، بس في فرق بين يعني مثلا امبارح الواد خالد الغندور كان طالع عامل بوست لازم كلنا نشجع النادي الاهلي، احنا كلنا ورا النادي الاهلي، وكان يوم فقر يوم ما شجع النادي الاهلي، لان جابوا نحسهم على دماغنا. فبيبان النيه، بيبان النيه من جوه ايه. انا اشوف مثلا واحد ممكن ما يكونش بيحبني بس بيقول كلام كويس عليا، اعرف ان الكلام ده من ورا قلبه، ولكن في النهايه هو ماتش وعدى. النادي الاهلي عنده مباراه قويه يوم السبت اللي جاي على المركز الثالث والرابع. انا مش هقول للنادي الاهلي انت مطالب بالمركز الثالث، لا، انا اقول للنادي الاهلي العب وادي واعمل اللي عليك، والنتيجه دي بتاعت ربنا. انزل كل النجيله في الملعب، اللعيبه المقصره تراجع نفسها، لان النادي الاهلي مش هيصبر عليهم كتير. النادي الاهلي خلاص هيدخل مرحله بعد كده في فلتره وفي غربله لبعض اللعيبه اللي ما ينفعش تستمر في النادي الاهلي. او انا من وجهه نظري النادي الاهلي يقسم يعمل فيه تيمين، تيم محلي وتيم دولي، نلعب بيه بقى في البطولات القويه والقاريه ونخبط فيهم ونخبطوا فينا، ولاعيبه تاني تلعب في الدوري المحلي تتصاب تروح تيجي تكسر فيه في اللعيبه، هم يكسروهم يبقوا معروفين ان هم دول بتوع الكره المحليه زي شريف زي قفشه، مش قادرين يعني يواكبوا اللعيبه العالميه دي، فنعمل تيم وتيم علشان بس ايه اللعيبه تفهم وتفوق ان تيشيرت النادي الاهلي غالي حتى امام ريال مدريد. انت رحت وضيعت وعملت، ولكن في النهاية اتغلبت 4، ودي توجع اي اهلاوي. ولكن في النهاية او في نهاية الفيديو ده مش اخر المطاف، النادي الاهلي هيكسب ويخسر ويتعادل ويفوز. النادي الاهلي اهم حاجة عند جماهير النادي الاهلي مش الخسارة، اهم حاجة عند جماهير النادي الاهلي ان اي فرصة قدام المرمى بتستغلها، تخلق فرص، تسجل من نص فرصة، تسجل من ربع فرصة. النادي الاهلي محتاج 2 اجنحه ومحتاج راس حربه، 2 اجنحه وراس حربه. النادي الاهلي ان شاء الله ربنا يوفقه. خد بالك ان انت هترجع على مهمات الدوري ودوري ابطال افريقيا، هيبقى في ضغط، هيبقى في تكدس للمباريات، ربنا يستر. انت على الفيديو بتاعنا، ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا قناة الاهلاوية على اليوتيوب. بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.